الشعوب العالم عدم التدخل العسكري في شؤون الليبية، ونطلب من المدراء وقيادات الإذاعات الفضائية العربية والمتحكمين في الإرسالات الفضائية بوقف البث للمحطات معمر قذافي التي تبث الإشاعات وإرهاب الشعب الليبي. فنرجو الإخوة في النايل سات والإخواننا في الهوت بيرد أن يوقفوا بث هذه الإذاعات التي لا تمثل الشعب الليبي وإنما تمثل نظام فاشي. وجزاكم الله خير.